نرحب بكم، نرحب كل اللي راهم يشاهدوا لمسة نوال اللي اليوم راهي في طبخة من كل بلد. كما تعودتوا معنا دائما عندنا كيفيتين، الكيفية اللي راح نبداوها ونحضروها مع بعض هي انكيش، طريقة سهلة خفيفة واقتصادية اللي راح تكون فيها اون بات وفيها الحشو اللي راح يكون بالسلق، وتقدروا تعوضوا السلق يعني باللحم ولا بالصدر تاع الدجاج حتى بالثوم. عندنا اول شيء نبداو في لابات. لابات تطلب 250 غرام تاع الفرينه، عندنا 120 حتى 150 غرام تاع المارغرين، قلنا 120 حتى 150، كي تحبوها مستمليحه وطريه تقدروا توصلوا لا مارغرين حتى 150. عندنا حبه بيض ولا ما نطمتناش نزيدوا لها مغرفه ولا زوج تاع الماء، هذا فيما يخص لابات. عندنا الحشو اللي راح يكون لداخل، لا كريم فريش مقدار نص كاس، عندنا فروماج فوندو طري، عندنا ربعة حتى الخمس حبات بيض، انتوما وتشوفوا يعني الحشو تاعكم والبلاطو اللي راح تستعملوه. عندنا شوية تاع بصل، فروماج غابي يعني زوج انواع تاع الاجبان، وعندنا السلق. السلق انتوما دائما يعني دائما ما نحبش نقيد في اللحم يعني، ولا حتى كيما راكم تشوفوا السلق كمية تحبوها تكثروا منها، ما تحبوهاش تنقصوا منها. هنا نروحوا للعجينة، يعني اون بات اللي راح نستعملوها هي الاولى، راح يكون فيها قلنا 250 غرام تاع الفرينه. نزيدوا لها قلنا 120 حتى 150 تاع لا مارغرين. نزيدو الحبة بيض، بعد ما غسلناها شوية تاع الملح، اون كويار ا ديسير مغرفة صغيرة، وهنا راح نديرو السرعة الأولى يعني بروميير فيتيس. لازم الزبده ولا لا مارغرين تدخل كامل في الفرينه باش نزيدو وتنطم، وكي نشوفو بلي ما نطمتناش راح نقول ما قلنا من قبل نزيدو مغرفه حتى لزوج تاع الماء. نقوي شوفوا احنا لاباط تاعنا ولات سابلي يعني مرمله، هنا راح نزيد مغرفه ولا زوج قلنا تاع الماء. لاباط تاعنا نطمت، درنا لها مقدار مغرفه تاع ماء، يعني احنا الكميه اللي درناها تاع زوج مغارف ما درناهاش كامل. العجينه راهي واجده، نديروها بابي فيم ولا ساشي دو كونجيلاسيون ترتاح. وهنا الراحه تاعها
راح تكون وقت تعالي نحضروا فيه الحشو. ودائما لكان الحال بارد نحطوها امامنا، ولكان الحال سخون نديروها في الثلاجة، يعني في فريجيدار ماشي في الكونجيلاتور. للحشو تاعنا لازم لنا مقلة، بعد ما تسخن كما تعودتوا معايا دائما نستعمل البصل. ندير شويه تاع البصل نقليه ندبلو شويه باش ندير المكونات الاخرى. هنايا استعملت كميه صغيره تاع البصل، وانتم لا تحبوا البصل تقدروا تكثروا منه. نقوي على النار، النار راني نشوف فيها كانت قليله، لازم حتى يسخن شويه، يعني ماشي يسخن بزاف باش نديرو البصل. ندبلوه شويه، قلنا احنا ما حطيناش كميه كبيره تاع البصل، لكن البصل لازم يكون، لان البصل دائما يبن الماكله تاعنا اللي نديروها. يعني دوك احنا زمان كنا نشوفوا كانت الاطباق تاعنا التقليديه كان فيها سواء البصل سواء الثوم، لكن دوك ولينا نديروا الثوم والبصل في كيفيه واحده، لان البصل ولا لازم ماده اساسيه اللي تزيد في البنه. كما قلنا هنايا مش راح نطيبوه، ندبلوه شويه برك. وانا حطيته هو الاول لانه السلق كي راح نزيدو السلق ما ياخذناش وقت طويل، يعني السلق تعرفوه يعني ورقه خفيفه لا تحس بالنار وبالحراره راح تدبل. بعد ما دبل البصل راح نزيدو السلق بعد ما نقيناه ورقه بورقه قطيره تاع الجافيل. هنا قطعناه دي مغصو صغار وراح نزيدوه مع البصل. تعودتوا معايا دائما الملح وفلفل الكحل والتوابل نديرهم كي نكمل مكوناتي، لكن اليوم مش راح ندير لا الملح لا فلفل الكحل حتى ما يطيب البصل والسلق يدبال. راح نشوفوا واش الكميه اللي تحتاجها الكميه تاع البيض، وهنا عندنا دو فرماج يعني ما نكتروش. انا السلق دائما نحب ندبلو شويه، يعني في شويه تاع زيت ولا شويه تاع زبده، علاش يمكن نغليه الفيتامينات تاعو كامل راح نضيعها، لهذا نفضل انكم تدبلوه شويه باش يحافظ على الفيتامينات تاعو. نوجد ان ريسيبيون، كما راكم تشوفوا ما ياخذش وقت طويل، البصل دبلناه من قبل والسلق لفات لي شد شويه تاع النار ولا يحس بشويه تاع النار يدبال وراح يوجد في مده قصيره في وقت قصير. نطفيو على النار، هنا بعد ما طيبنا البصل مع السلق راح نستعملوا البيض. البيض هنا قلنا 4 حتى 5، يعني انتوما ولا كونتيتي اللي تحبوها، يعني الحشو تاعكم يكون زاكي ولا يعني تقدروا 4 5 تستغناو على
كميه اللي تكفيكم. هنايا نديرو حبه الاولى، لان كل ما نكثروا في السلق ولا نديروا لا تارت تاعنا ولا لا كيش تاعنا، بيان سور سي اون كيش، تكون كبيره تما راح نكثروا في البيض. احنا المول تاعنا اليوم راح يكون متوسط صغير، لهذا ما نكثروش. هلا حبه الاخرى، لهذا الخليط واش راح نزيد له؟ نزيد له لا كريم فريش، قلنا مقدار نص كاس حساب الكميه، ضعفوا ضعفوا في الكميه تاع لا كريم فريش. واش نزيد لها؟ الجبن مبشور، قلنا عندنا الجبن مبشور وطري، يعني دو موديل، نزيدو شويه ونخلو شويه في الاخير. الفرماج، ما قبل ما ندير الفرماج ندير البيض وفلفل الكحل. هنا كي نشوف الكميه نعرف المقدار تاع الملح اللي نزيدو، علاه فضلت ما نستعملوش في المقله. ندير مغرفه، هلا نزيد شويه. احنا المغرفه اللي استعملناها تاع الملح هي مغرفه اللي تاخذ يعني مقدار 3 حتى 5 غرامات. نزيدو الفلفل الكحل، دائما يحضر ويحاضر. نحتاج موس، يعني الفخوماج تاعي لازم نقطعو دي مورسو صغار، ما نخليهش هكذا. وانتوما كيما سبقت قلت لكم تقدروا تعودوا السلق باللحم ولا نوعيه من اللحوم اللي تحبوها، حتى طون الويل راح يخرج لكم مليح. انا فضلت نستعملو بدو موديل تاع لي فخوماج، يعني تشكيلتين، الفوندو مع الغابي راح يمدلنا بدنا. وما يخفلكمش ثاني السلق قلنا فيه فيتامينات كثيره، لهذا اوكازيون باش ناكلو السلق. نخلطو كلش، لازم نشوفو البيض كامل دخل في الخليط ولا خلطة وحدة. هلا الخليط راهو أمامنا، نحطوه على جنب. الفرماج اللي حنستعملوه في الأخير نخلوه، نحو ونطفو المكان اللي راح نخدمو فيه. كما شفتوا الخليط تاعنا راهو واجد، نديروه على جنب. لاباط ريحت العجينه، يعني قلنا وقت الراحه تاعها تاع العجينه هو وقت اللي نحضروا فيه الحشو. لازم دائما نستعملوا الفرينه، باش ما تلصقش نستعملو حلال. نحلو العجينه، ولا كانت شويه تلصق نستعملو شويه تاع فرينه. هنا راني نشوف فيها ما تحتاجش الفرينه. نحلوها مليح، ليبيسور تاعها يعني راح تكون 3 مليمتر، ما فيهاش الخميره باش يضعف الحجم تاعها، لهذا لازم تكون شويه خشينه. هنايا لازم نشوفوا المول اللي راح نستعملوه ونشوفوا المقياس تاعو باش نكملوا نحلوها. عندنا هذا المول، ولا تستعملوا مول اللي حبيتوه. نشوفوا هنايا نزيدوا لها، نزيدوا نحلوها
يعني الحواف تاعها لازم يكونوا مغطيين. ودائما نعطيكم ملاحظه، هاد العجائن يعني ولا لي بات اللي نحلوهم دائما نركزوا على الوسط، لان جميع العجائن ولا لي بات اللي نحلوهم دائما يكونوا في الوسط يعني شويه خشن، لهذا لازم دائما الحلال تاعنا يكون في السونتر ومع داك الاطراف. هنا نورمالمون تكفينا، نشوف مازال شويه، لازم نزيد نحلها شويه. نستعملوا المول ونغطوه كامل بالعجينة ونفونس لا بات، لازم نضغطو حتى تدخل كامل لداخل وتاخذ الشكل تاع المول، ونخرجوا الهواء اونتر تون. فوالا، هنا واش حنستعمل حلال ولا موس كيما تحبوا، وتنحو زياده. فوالا لاباط تاعنا انا نشوفوها غطات كامل المول. هذه اللي قعدت لنا نزيدو نديروها في ان ساشي ونستعملوها وقت ما حبينا، يعني ولا كان عندنا مول صغير نقدروا نستعملوها في مول صغير. انا هنا نغطيها ونستعملوها كيما نحبوا، يعني ولا عندنا مول صغير نستعملوها، سينو نخبوها. هذه نقدروا نحفظوها في الثلاجه ولا في الكونجيلاتور، يعني في الثلاجه مده نهار وفي الكونجيلاتور حتى الاسبوع، تقدروا تعاودوا تستعملوها. دائما قلنا لو بلان دو ترافاي تاعنا يكون نقي باش نخدموا فيه. استغناو على يعني الادوات اللي راهي امامنا وحنا ما نحتاجوهاش. ومن الافضل عندنا هاد لي كوتي بصبعنا نجوزوها كامل، علاش؟ باش نتاكدوا باللي الهواء خرج ولا بات راح تمسك روحها، لان مثل هاد العجائن نخافوا منها انها مع الحراره تاع الفوغ راح تحبط لنا ويحبطوا لي كوتي تاعها. يعني هذه نصيحه نعطيها لكم باش تنجحوا في مثل هاد يعني لي كيش ولا حتى مام لي تاخت. هنا واش راح نديرو؟ بارد في بارد، لكن عندنا الطياب تاعها. فوالا بسم الله، الخليط الله يبارك كيما راكو تشوفو جا موالم، يعني جوست مع المول. هنايا طريقة تاع طياب تاع هاد لاكيش، من الأفضل احنا نديروها بلا سنيوة ونديروها شوية من تحت، يعني الفوق تاعنا دو بريفيرونس يكون حابط. علاش؟ لأن كي تكون فيها ليكيد راح تاخذ وقت في الطياب. بعد ما عمرناها وكملنا عندنا الفروماج اللي راح يكون في الأخير. فوالا لازم نغطي كامل به لو ميلانج اللي درنا
نوزعه كما لازم. هنا افضل طريقه باش طيبنا مليح هاد لاكيش، لازم نوضعوها في الفوغ درجه الحراره 180 لكن من تحت. علاش؟ لان يعني سوا لي تارت ولا ليكيش كيكون فيهم الليكيد، يعني هاد الخليط اللي درناه راهو مايه وسائل، راح يخلي الطياب تاع لاباط ما طيبش مليح، دائما تقعد لنا خضره من تحت. لهذا افضل طريقه باش طيبنا مليح نحطوها من تحت باش تشبع يعني الحراره وتاخذ يعني واش تحتاج من النار باش طيب. هنايا وما نديروش سنيوه، حنا دابيتود كي نديرو ان بلا كيما هذا نديرو في سنيوه كبيره باش نجبدوها فاسيلمون. هنايا من الافضل ما نستعملوش سنيوه باش الحراره تكون يعني قريبه ليها. هنايا الفوغ راهو شاعل، راهو شاعل وراهو سخون، وحطيت كما شفتوا لاكيش تاعي من تحت. وقت الطياب تاعها راح يكون 35 حتى 40 دقيقه. تشوفوا لي كوتي كامل ولاو حموره، تعرفوا باللي من تحت طابت ولا كولور دوغي هذاك لو فروماج يدوب، ونعرفوا لاكيش تاعنا راح تكون واجده. كاين كيفيه ثانيه سهله وما نقولش مكلفه، يعني فيها شويه دجاج، لكن اذا حبيتوا تعرفوها وتكتشفوها ونحضروها مع بعض بعد الفاصل، راجعين. رجعنا لكم بعد الفاصل ومع الكيفية الثانية اللي قلنا يعني ماشي اقتصادية كما الأولى، فيها الدجاج يعني صدر تاع الدجاج. مقبل ما نبداو إن شاء الله الكيفية الثانية، عندنا لاكيش تاعي اللي راهي إن شاء الله تكون طابت، نروح نشوفوها مع بعض. لاكيش راهي واجده تنفخت، دوك زيت تحبط شويه كما راكم تشوفوا لي كوتي كامل خداو اون بال كولور دوغي، نعرفوا بلي من تحت راهي طابت. نروحوا للكيفيه الثانيه واللي هي اون تيرين او بولي، يعني هذه راح نديروها ثاني في الفوغ، وهي كمقبله بنينه وخفيفه وتتطلب هذه المقادير اللي راهم امامنا، واللي هما صدر تاع الدجاج قطعناه مكعبات كبار لان كلش راح يترحى. عندنا حبه بصله صغيره، انا قطعتها صغير لكن نتوما تقدروا ديروها كبار لانها كما قلت راح نرحوها. عندنا ثلاثه بياض بيض، ثلاث مغارف تاع زيت، زوج سنينات تاع ثوم، حبه فلفل كبيره وحبه زروديه. هذا كامل راح يكونوا مع بعض، ملح وفلفل كحل ما نهضروش عليهم دائما يكونوا حاضرين. بسم الله نبداو. نحتاجو مغرفه، نسبقو في البلون دو بولي اللي قطعناه، لازم ما يكونش فيه لا شحم لا عدم، يعني بلون دو بولي صافي. نزيدو له حبه تاع زروديه، وكلش كما راكم تشوفوا راهو خدام ما طيبنا حتى حاجه. نزيدو وحده تاع فلفل، نغسلوها نحلها الزريعه ونقطعوها هكذا كبار. حبه بصله انا قطعتها صغير لكن نتوما تخلوها لانها كلش راح يترحى. زوج سنينات ثوم، ثلاثة بياض بيض، نحو منا باش نخدمو دايما أليز. واش راح نزيدو؟ الملح فلفل كحل وشوية زيت، قلنا ثلاث مغارف على ثلاث خضرات، الفلفل الكحل، تقدروا تستعملوا فلفل ابيض راح يكون بنين خاصة في اللحوم البيضاء باش تقعد دايما اللون يقعد كلاخ. نزيدو الملح، ونميكسيو كلش.
كلش ترحى. نحتاج وين سباتول باش نحو بها. هنايا عندي مول اللي حبيتو، مول كايك ولا هاد لا فور ولا حتى اوفال كيما حبيتو. عندك فرشنا بابي الومنيوم، درنا له شويه تاع الزيت وراح نديرو الخليط لداخل. لازم نحو كلش، نخلو حتى حاجة تبدير ماشي مليح. نساوي بكامل الخليط اللي درناه باش ياخد لافورم تاع المول. هنا نقدروا نزيدو زيتون شرائح مع فخوماج غانا، دي مورسو يكونوا شوية كبار، ولا تحبوا ديروها كما درناها حنايا. عندنا هذه الكيفيه، الطياب تاعها راح يكون درجه يعني معتدله ومتوسطه، ماشي 180 150 ولا 160. هذه كي ندخلوها كما راهي، وكي نحبوا نديروها اوباماغي يعني حمام مريم سنيوه من تحت، نديروا لها شويه تاع ما ونحطوها، نديروا درجه حراره 180. راح تاخذ شويه وقت اطول، يعني اوليو تاخذ لنا 20 دقيقه كي تكون وحدها راح تاخذ لنا اوباماغي واحد 30 دقيقه، يعني 10 دقائق زياده. وانتم هنايا تحبوا تستعملوها بلا حمام مريم وبلا ان بلاطو اللي يكون لتحت وفيه الماء يعني، ولا كيما حنا هكذا بلاش يعني، انتم الاختيار راح يكون لكم، لكن الوقت تاع الطياب راح يكون مختلف، يعني قد ما نديروا الماء راح ياخذ لنا الوقت في الطياب، سينو نديروه وحده نقصوا في درجه الحراره. انا الفوق تاعي راهو شاعل وراهو سخون، كيما شفتوا تيغين وبولي راهي في الفوق، نصبروا عليها مده قلنا تاع 20 دقيقه راح تكون واجده. انتم ولا حبيتوا تشوفوا الكيفيتين اللي كانت لاكيش بالسلق وعندنا تيغين وبولي واجدين ومحضرين كالعاده في طبق تقديم، لكن بعد الفاصل ابقوا معنا. لمسة نوال اليوم في طبخة من كل بلد، قدمنا لكم هذه الأطباق سهلة وخفيفة وعصرية، واللي كانت الأولانية اللي كانت لاكيش اللي درناها بالسلق، وقلنا قد تقدروا تعوضوا السلق بالنوع من اللحوم ولا الدجاج وحتى التون البيل. درناها بدو موديل تاع زوج نوعيات، يعني تاع الفخوماج، فخوماج فوندو وفخوماج غابي مبشور وطري. وهنايا التزيين بشويه معدنوس يكفيك. عندنا الكيفيه الثانيه اللي كانت تيغين وبولي، ما فيهاش كيفيه يعني بسيطه وسهله وغنيه وبنينه، واللي كانت فيها الدجاج، زروديه، حبه تاع فلفل، وكما راكم شفتوا حبه تاع ثاني البصل. ودرنا كيفيه سهله بشويه تاع زيت، درناها كمقبله خفيفة مع شوية تعبيد زيتون، وانتم تزيدوا ديروا لها يعني وترافقوها بحاجة اللي تحبوها وتعجبكم. الكيفية تاعنا اليوم كما شفتوا كانوا كيفيات سهلين وخفاف، وحتى الوقت باش تحضريهم وقت يعني ما ياخذش وقت طويل راهم امامنا. ان شاء الله نتمنى تجربيهم وتقولي لي رايك فيهم. ما عليا غير نقول لكم كالعادة احلى ختام واغلى كلام في لمسة نوال هو دايما السلام. السلام عليكم.